إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد. ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. هذا لا تراني واقفا ببابه، إنما أقرع باب ربي الذي لا يغفل عني ولا يمل كثرة طلبي ولا يسأم إلحاحي. هذا ربي. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وتترك الذي لا يغضب من إلحاحك، وتقصد الذي لا يغضب من رؤيتك قبل أن تسأله. قال هذاك، قال والله يا عم لولا أن أثقل عليك لزرتك كل يوم مرتين. فقال والله يا ابن أخي إنك لثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف لو زرتني كل يوم مرتين؟ وهذا تقصده، وربك يناديك، هو يناديك ويعدك ويخبرك أنه منك قريب وأنه يجيب دعوتك إذا دعوته وتلهو عنه وأنت غافل عنه. التوفيق، أسأل من ربك التوفيق. والتوفيق، التوفيق أن يعلمك ربك ذلك ويرزقك العمل بذاك الذي علمته فتدعو الله. كلما كنت في زعازع، كلما كنت في كذا، كلما أصابتك عضتك الدنيا عضة، رفعت بصرك إلى السماء ناديت ربك، قرعت بابه، سجدت بين يديه، بكيت، تضرعت، تذللت بين يدي ربك سبحانه وتعالى. أبيات أبي القاسم السهيلي يقول الأبيات المشهورة: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن وجوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع.